أحيت ليبيا الذكرى الأربعين لتسلم الزعيم الليبي معمر القذافي السلطة في احتفال ضخم حضره العديد من رؤساء دول وحكومات عربية وأفريقية وأيضا من أمريكا اللاتينية، ولكن في غياب العديد من القادة الغربيين. تتزامن الاحتفالات هذا العام مع سعي ليبيا للخروج من العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها. استعراض عسكري ضخم يعلن بداية الاحتفالات في ليبيا بالذكرى الأربعين للثورة الليبية. استعراض تشارك فيه قوات المشاة وسلاح الجو من نحو 40 دولة، وأبرزها فرقة الاستعراض البهلوانية الجوية الإيطالية، فرقة تعود إلى السماء الليبية، وهي فرصة انتهزها الزعيم الليبي معمر القذافي ليقول إنها لم تأتي لتقصفها كما فعلت في عهد الاستعمار، لكن لترسم لوحات الصداقة مع الشعب الليبي في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقية الصداقة بين البلدين. الطائرات الإيطالية تحلق في الأجواء الليبية، تحلق الآن في أجواء متحررة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حركة السلم العالم التي تقودها الثورة الليبية. فرق عسكرية رمزية جاءت من أرجاء مختلفة لتشارك الليبيين احتفالاتهم. يطول يوم الذكرى الأربعين للثورة الليبية ليصل نهاره بليله، فبعد هذا الاستعراض العسكري تبدأ الاحتفالات الفنية والاستعراضية هنا وسط العاصمة طرابلس. أكثر من 3000 فنان يشاركون في هذا الحفل الفني الذي يحضره عدد من الزعماء والقادة العرب والغربيين. الاحتفال صمم كي يعكس عودة ليبيا إلى المسرح الدولي بعد أن كان الغرب قد اعتبرها دولة مارقة. فمن حل قضية لوكيربي التي كان آخر فصل فيها، استعادة ليبيا المدان الوحيد فيها عبد الباسط المجرحي إلى قبول ليبيا بتفكيك برنامجها لإنتاج أسلحة تدمير شامل، نجح العقيد القذافي في العودة إلى المجتمع الدولي. لعلنا نصل الآن الحمد لله إلى 40، وليبيا قد انفتحت على العالم وأقبل العالم إليها، ولعل هذا ما يميز احتفالات هذا العام. كل العالم عندنا نحن في ليبيا، ونحن أيضا منفتحون على كل العالم ما عدا أولئك الذين بيننا وبينهم عداء تاريخي وتناقض نتيجة احتلال الأرض العربية. استعراضات فولكلورية وموسيقية شعبية تجمع بين عدد من الثقافات، لتستمر الاحتفالات الشعبية المحلية إلى حين حلول الذكرى المقبلة. فالثورة بالنسبة لليبيين حدث بلا نهاية، وإن كان كثير من الليبيين يريدون اليوم الانتقال بالثورة إلى نظام المؤسسات بعد 40 عاما من قيامها. حسن فاتح، بي بي سي، طرابلس.